سابقا سابقا بعد سينا جلو نحل اسمي بلوكي وليت الامتحانات تعدى في ظروف تاع قرايه عاديه باش عبيت تقلقوا من الحكايه وقال لك معناها متعبنا قلقكم مازالوا متقلقين مازالوا متقلقين عاد سينا جلو الله يرحم والدي يخدم على روحه فهمت خمم في راحه التلامذه وفي حاجه تساعده ولا ما تساعدهمش نمرو يا اليوم هو 100 و100% هي نسبه نجاح الطلاب العام في القطاع الخاص بصفاقس أكد أمس الخميس الكاتب العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس السي محمد عباس أنه نسبة نجاح الإضراب العام في القطاع الخاص وصلت 100% استقرأوا مقال عنوانه رائحة كريهة تنبعث من مجلس الشعب تزعج النواب البارح وخلال مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب النائب عن حركة نيدا تونس خالد شوكات في المداخلة متاعه حكى على روائح كريهة يشموا فيها داخل المجلس الخلل في قنوات التواصل والاتصال الخلل في قنوات التفاهم بينكم انتم النواب وكان على الريحة متاع المجلس راي معتها عندها برشا ملي فاحت مش من اليوم وقاعدة تزعج في الشعب الكل لا باش تهبلني انت اليوم يا بنتي قول كلمة بركة كلمة بركة متعاكين ولا لا وعلاش رورو رورو مين يا مروة يهديك راك طالعة في مؤسسة إعلامية باش تحكي على حاجة بروفيسيونيل اني والله كي ما جيتش نعرف اللي الناس الأخرى اسمها راوية راني قلت رورو هذا ما يطلع كان الكريش نتاعك شكرا ربي تفضلتوا معكم يا جو شفتوا محلاها الحياة مع الزملاء في الحافلة قبقاب وفيوت وبيت سخون وطفل هذا الكل في إطار البوت قصدي حمام